أنا أخشى من هيدي الريتوريك يعني البلاغة العربية إنه انتصرنا، يلي من 70 سنة، هلا 75 سنة بنعيدهم بعد لسوء الحظ للنكبة، إنه انتصرنا، دائما انتصار. سوريا اتدمرت، 8 ملايين سوري خارج سوريا، نصف مليون قتيل، مجاعة، وإنه انتصرنا. فمشان هيك لابد من التدقيق بالمفاهيم. أولا بالنسبة لقرار جامعة الدول العربية، هو تطبيق مثل ما تفضل حسين لمبدأ الخطوة، الخطوة اللي أقر باتفاق باجتماع عمان. سوريا قدمت لأول مرة القبول بذكر قرار الأمم المتحدة مجلس الأمن 2254، قدمت لأول مرة لجنة نازحين مع الأردن، قدمت لأول مرة مكافحة جدية لتهريب جماعات محسوبة على النظام للمخدرات، صاروا مقدمين حوالي 8 ضبطيات على الحدود، اشتباكات الأردنيين عم بيتم تصفية المهربين، وبالتالي هذه الخطوة اللي هو خطوة إعادة الجامعة. هلأ الخطوة عند سوريا ماذا ستقدم قبل أن يقدم العرب على تقديم أي خطوة ثانية؟ هي إذن سياسة الخطوة، خطوة بالموضوع السوري، ما نعطيها أوهام على الطريقة العربية. اثنين، الاتفاق يعني الإيراني هي خطوة خطوة، هلأ خطوة خطوة. وبالمناسبة اللي عم بيحصل اليوم بالموضوع السوري هو تطبيق حرفي لورقة جيفري فلتمان اللي أعدها لمؤسسة كارتر بكانون تاني 2021، يومتها كانوا كل الأطراف بما فيهم السوريين رافضين. هلأ عم تتنفس خطوة خطوة إذا بترجع بتشوف ورقة جيفري فلتمان. أنتقل إلى ملف الاتفاق الإيراني السعودي، كمان مثل ما قال زميلنا بعد 3 أيام بيتم مهلة الشهرين. خلينا نشوف بالتدقيق الواقعي، والحقني أستاذ جورج، بالعلاقات الثنائية قيل أنه الرئيس الإيراني سيزور مكة في الأسبوع الأخير من رمضان، لم يحصل الأمر. في الاتفاقات في العلاقة الثنائية أيضا، منذ يومين النظام الإيراني أعدم مواطن إيراني عربي من الأحواز بتهمة أنه هو يجاهر بنضاله العربي، وبالتالي هذا مؤشر على مدى هذا التقدم. بالملف العراقي واضح أنه الفريق الإيراني في بغداد بات متوجسا من حركة رئيس الحكومة، وهناك عودة سنية واضحة إلى اللعب السيادي في بغداد، حتى هناك كلام عن عودة رغد صدام حسين. في الملف السوري، زيارة رئيسي إلى دمشق والاستقبال المذهبي الذي أعد له والأناشيد التي حضرت في مقام السيدة زينب لم تمر مرور الكرام لا في سوريا ولا في الدول العربية. فبالتالي وصولا إلى لبنان الاستحقاق الرئاسي، أنا أعتقد مرأت على اليمن، لأنه اليمن ما بدي أقول أكثر من أنه الإعلام السعودي واضح بمتابعة هجماته اليومية على الفريق الإيراني باليمن، وما حصل لم يكن إلا شكلي حتى اللحظة في اليمن، يمكن صار بس ظاهرة واحدة تلفزيونية هي إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان نتيجة حرب السودان، وهذا بيفتح باب العلاقة الإيرانية مع السودان ووجود الحرس الثوري بالسودان يلي كان أساس المشاكل بين الإيران والسعودية. يعني أنت بتعتبر أنه هذا الاتفاق بعد مرور شهرين من المبكر، خلينا نقول من المبكر، إيه بس حسب اللي عرضته أنت طبعاً، وكأنه ليس له علامات نجاح مرتفعة حتى اللحظة، لم يحصل أي خرق جدي. هلا برجع بقول لك على طريقة البلاغيات والشعبويات والغوغائيات، فينا نقول أنه انتصار، شو ما صار انتصار، هيدي المقولة الشهيرة. أما إذا أردنا أن ندقق لم يحصل شيء، ولذلك انعكاسه على الملف الرئاسي اللبناني مطابق تماما للي عم بقول لك إيه. إذا بدنا هلا بنفوت بالتفاصيل، لم يحصل أي تطور جدي بعد في هذا الملف.